السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج أو موقع سهل جدا، كل علينا إن احنا بنسجل حركة وبعد كده هو بياخد الحركة ديت ويديها لأي شخصية نختارها، وليكن مثلا هأجي هنا عند شكل الكاميرا وأبدأ أقول له سجل، فجاب لي الشكل بتاعي، فأنا بحرك إيدي اهوت. فهو سجل الحركة، وبعد كده هقول له ارجع كنسل، هقول له اكستراكت، هديها اسم مثلا وليكن اس اي ار، وبعد كده هبدأ اختار الشخصية اللي انا عايزها. تمام، خلينا نختار شخصية وليكن مثلا ديت. تمام، وابدا اسحب عليها الحركه اللي احنا عملناها واقول له كونفيرم، اسحب هنا مثلا على نايت، بحيث ان شخصيه الفارس تاخد نفس الحركات ويقدر ان هو يعملها. زائد ان احنا ممكن ناخد كل جزء من أجزاء جسمه ونبدأ إن احنا نتحرك فيها ونعمل لها حركة مخصصة. أو الراجل أهو خد نفس الحاجة بتاعتي وبدأ يرفع إيديه زي ما أنا كنت برفع، وهكذا، أو مرة بالإيدي ومرة بالإيدي. تمام، طيب لو احنا لغينا الحاجة اللي أنا كنت بعملها ونزلناه من غير أي حركة خالص، هنلاقي ما بيعملش حاجة خالص. طبعا نقدر نيجي نعمل سيلكت على الشخصية هنا ونختار الحركة. طبعا كل نقطة من عنده من جسمه فيها حركات كتيرة جدا نقدر ان احنا نختارها زي ما احنا عايزين بالشكل دوت، ونقدر نتحكم فيها من هنا. انا بشوفها في درس جديد عشان ما نطورش عليكم.